أعرب عدد من أهالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عن فرحتهم بعودة أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا إلى منازلهم. جاء ذلك بعد إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية كجزء من اتفاق الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة. لا، شعوري بين أهلي وناسي بفرح، بس فرحتي ناقصة يعني إنه إحنا طلعنا من داخل السجن على حساب دم الشهداء، على حساب أطفال أبرياء. يعني كتير أنا مجروحة من جوا إنه أنا طلعت على حسابهم، على حساب مأساتهم، على حساب جراحهم. يعني كان نفسي إنه فعليا إنه أنا أضلني عايش مؤبدات جوات السجن، ولا إن أنا أطلع ولا واحد. يعني كلنا بشكل عام كلنا عن جد يعني مش قادر أعبر عن جد عن أوجاعنا. خطوة ممتازة، خففت آلام عن بعض العائلات، واللي بنتمناه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتحرر كل السجناء وبتنتهي أزمتنا على خير، وإن شاء الله نهايتنا النصر. هذا إشي كتير منيح، ونتمنى إن شاء الله تعالى الفرج العاجل للجميع وباقي الأسرى. وكمان نشكر أهلنا بغزة على التضحيات اللي قدموها، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرعى إلهم. نتمنى لهم من رب العالمين إنه يداوي جراحهم، يلملم آلامهم.